السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة وقصة جديدة نتعلم منها درس في حياتنا. القصة بعنوان Never to give up. وعندي give up يعني يستسلم، ونيفر نهي، ابدا لا تستسلم. تعالوا نقرا مع بعض القصه الجميله دي ونشوف هنستفيد منها ايه بالضبط. One day a farmer's donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old and the well needed to be covered up anyway. It just wasn't worth it to retrieve the donkey. He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone's amazement, he quieted down. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well and was astonished at what he saw. With every shovel of dirt that fell on his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and tottered off. The moral: life is going to shovel dirt on you, all kinds of dirt. The trick is to not to get bogged down by it. We can get out of the deepest wells by not stopping and by never giving up. Shake it off and take a step up. القصة يا أحباب باختصار بتقول إن في يوم من الأيام كان في مزارع، والمزارع ده كان عنده حمار عجوز كبير في السن. فالحمار سقط في بئر، يبقى أنا عندي كلمة well يعني بئر. المزارع قاعد يفكر هيعمل إيه، وفي نفس الوقت الحمار كان بيصرخ بشكل يثير الشفقة piteously، والفلاح أو المزارع عمال يفكر يفكر يفكر، قعد ساعات يفكر والتاني يصرخ. في النهاية قرر إن هو يسيب الحمار في البئر لأنهم عايزين يردموا البير، والحمار بقى عجوز ما عادش منه منفعة، سيبك منه بقى. وبعدين قالك الحمار هيموت في البير فندفنه، فاستعجل وراح نده على جيرانه اللي كل واحد جه ومعاه كوريك أو بيسموه الشبل، اللي هي الأداة اللي بتستخدم للردم، يجيب رمل أو يجيب تراب أو يجيب غبار. أو طبعا هو ذكر في القصة كلمة dirt اللي هي قاذورات، وبدأوا يردموا فوق الحمار.
في البداية الحمار قاعد يصرخ ما كده هيدفن تحت القمامة دي، لكن هدأ الحمار وفكر بشكل إيجابي. هم يرموا عليه القاذورات والغبار والكلام ده ويردموا فوقه، وهو يهز نفسه فالقاذورات دي تنزل تحت رجليه فيقوم واخد خطوة لفوق. هم يردموا يهز نفسه ياخد خطوة لفوق. فدي صورة رمزية للحياة اللي احنا بنعيشها، بتقول ان دايما الحياة بترمي على الإنسان مش هنقول القاذورات ولكن ضغوط ومشاكل، فبيطلب منك انك ما تستسلمش للضغوط والمشاكل، حاول تحلها بان انت تهز نفسك فتنزل تحت رجلك فترتفع لأعلى. فهو بيقول لي كلمة the moral يعني الدرس المستفاد: life is going to shovel dirt on you، الحياة هترمي عليك مشاكل وضغوط وجع دماغ وجع قلب، all kinds of dirt، كل ما تتصوره من أشياء مش كويسة. The trick is to not to get bogged down by it، هنا ما تتأثرش بيها، ما تخليهاش تأثر فيك. وما نعمل ايه؟ We can't get out of the deepest wells، ده احنا نقدر نطلع من اعمق الابار، by not stopping، بان احنا لا نتوقف، ان احنا نستمر في الصعود لا نستسلم. shake it off، هز الضغوط والمشاكل دي، and take a step up، وخليها تحت رجلك وترتفع إلى أعلى. طبعا القصة مليئة بالكلمات الجميلة، كلمة shovel اللي هي شوفوا كده في طريقة حلوة قوي، شوفوا معايا كده اهي، وهنعمل كلمة ترجمة، نشوف كده هينطق للكلمة shovel، واللي هي بنسميها باللغة العربية الفصحى مجرفة، اللي هو الكوريك أو الأداة، وبيجي كفعل يجرف وبيجي كاسم مجرفة shovel. أهي يا جماعة shovel. في عندي كلمة تانية جميلة جدا اللي هي كلمة step up. طبعا كلمة step يعني خطوة، step up اللي هو خطوة لأعلى، أهي خطوة للأعلى step up، أهي step up. يبقى دي كلها حاجات جميلة ممكن نستفيد منها. كلمة well، well اللي هي البئر، طبعا هو كاتب هنا غلط، نقول نحن سوف well، طبعا نحن سوف دي اللي هي we will يا جماعة، بس هو طبعا ترجمها غلط. في عندي neighbors اللي هم الجيران، نسمع كده مع بعض neighbors، الجي اتش تكتب ولا تنطق neighbors. neighbors جميل جدا. في عندي كلمة dirt، dirt شوف النوت dirt 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 التراب القاذورات، وطبعا جاي منها الصفة dirty. في عندي برضو من الكلمات الجميلة amaze و amazing و amazed، طبعا هنا معنى مندهش amazed amazed، طبعا لما نيجي نوصف الانسان بنحط ايدي فنقول amazed، لكن لو قلنا amazing يعني مدهش، يبقى نخلي بالنا نشوف عظمة اللغة هنا، amazed مندهش خاصة بالانسان، amazing مدهش. ممكن هنلاقي كلمة amazing في القصة، بسم الله. شوفوا كده الكلمة دي برضو كلمة piteously، اهي شوف كده مع بعض piteously، اهو piteously piteously اللي بشفقة او بشكل يثير الشفقة. وخلي بالك ان كلمة quiet يعني هادئ، جابها لي هنا في القصة يا جماعة على شكل فعل، شوف بقول ايه he quieted، he quieted، شوف نشوف كده
quieted. Quieted, quieted. يبقى أنا عندي quiet يعني هادئ. Quieted هدأ. يبقى بتيجي كصفة وكفاعل في كلمة grab. Grab يعني إيه؟ شد أو جر أو جذب أو اقتطف. شوف. Grabbed. وهذه grabbed. Grabbed. الدي نطقناها دي ليه؟ لأن البي voiced. البي منطوقة فيها فرقعة. Grabbed. Grabbed. لكن لو كانت حرف زي الاف مثلا فيه كه يبقى كنا هننطق وراها الدي ايه تي زي كيكت فينيشت. في عندي استونيشت اهي. شوف نسمع كده مع بعض. استونيشت استونيشت استونيشت. في عندي شيك شيك اي اي اي. شوف اسمع. Shake. Shake. طبعا shake يعني هز كفاعل لكن كاسم بمعنى هزة. طبعا أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معايا في قصة النهاردة وإن شاء الله انتظروا قصص تانية كتيرة وحلوة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان توصلوا كل معلومة مفيدة وفعلوا الجرس. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you soon and goodbye. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة جديدة يا جماعة وقصة حلوة ومفيدة للكبار والصغيرين. تعالوا نسمع القصة بتتكلم عن ايه. عنوان القصة The title of our story today is Real Solution to Problems. Real Solution to Problems. A group of employees was working in a software company. It was a team of 30 employees. This was a young, energetic, and dynamic team with keen enthusiasm and desire to learn and grow. The management decided to teach the employees about finding a real solution to the problems. The team was called to play a game in banquet hall. The group was quite surprised that they were called for playing game. Or reached the venue holding various thoughts. As they entered the hall, they found the hall decorated beautifully with colorful decorative papers and balloons all over the place. It was more like a kids' play area than a corporate meeting hall. Everyone was surprised and gazed at each other. Also, there was a huge box of balloons placed at the center of the hall. The team leader asked everyone to pick a balloon from the box and asked them to blow it. Everyone happily picked a balloon and blew it. Then the team leader asked them to write their names on their balloon carefully so that the balloons didn't blow up. All tried to write their names on the balloons, but not everyone was successful. A few balloons blew up due to pressure and they were given another chance to use another balloon. Those who failed to mark their names even after the second chance were ruled out of the game. After the second chance, 25 employees were qualified for the next level. All the balloons were collected and then put into a room. The team leader announced the employees to go to the room and pick the same balloon that had his name on it. Also, he told them that no balloon should blow up and warned them to be very careful. All 25 employees reached the room, where the balloons carrying their names were thrown here and there. They were searching for their respective balloons carrying their names. While they were in a rush to find their respective balloons, they tried not to burst the balloons. It was almost 15 minutes and no one was able to find the balloon carrying his own name. The team was told that the second level of the game was over. Now it's the third and final level. They asked the employees to pick any balloon in the room and give it to the person named on the balloon. Within a couple of minutes, all balloons reached the hands of the respective employee and everyone reached the hall. The team leader announced, "This is called the real solutions to the problems. Everyone is frantically hunting for solutions to the problems without understanding the ideal ways. Many times, sharing and helping others give you real solutions to all problems."
help out each other to ease things. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعة القصة بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن كيفية حل المشكلات. Real solution يعني الحل الحقيقي للمشكلات. القصة باختصار بتتكلم عن مجموعة من الموظفين الجدد اللي بيشتغلوا في شركة سوفتوير يعني حواسيب وبرمجيات لسه في بداية حياتهم، عندهم حماس وعندهم حيوية وطاقة وعندهم رغبة في تعلم كل شيء. كلمة desire يعني رغبة، وكلمة enthusiasm يعني حماس. يبقى نخلي بالنا برضو من الكلمات اللي قدامنا هي، يعني هنا في السطر 1 2 3 4 5 السطر الخامس enthusiasm اللي هي الحماس، والسطر اللي فوقها في عندي كلمة energetic جاي من كلمة energy. energy اللي هي الطاقة، energetic يعني حيوي أو مليء بالطاقة، dynamic يعني متحرك مليء بالنشاط، تمام؟ with keen، وكلمة keen يعني حريص جدا وعنده حماس شديد جدا، and desire ورغبة في التعلم وفي النمو. طبعا مش نمو الجسم، النمو في ايه؟ في اللي هو النمو المهني. الإدارة قررت ان هي تعلم الموظفين دول ازاي about finding a resolution، ازاي اوصل للحل الحقيقي للمشكلات. فعملوا حفلة او مأدبة banquet hall زي بوفيه مفتوح كده، وقالوا للجروب تعالوا ده احنا عازمينكم على العشاء او على الغداء. The group was quite surprised، طبعا كانوا مندهشين من الدعوة دي، وقالوا لهم تعالوا وهنلعب لعبة. فالكل وصل. The venue يعني مكان الحفل او المكان اللي بيقام فيه الاحتفالية او بنسميه مكان الحدث، يبقى venue. Holding various thoughts، طبعا الافكار بتوديهم وتجيبهم، حلوة قوي الكلمة دي holding various thoughts، يعني دماغهم مليانة بالافكار. طب ايه اللي هيحصل؟ هنشوف مين، هنعمل ايه. As they enter the hall، لما دخلوا الصالة او المكان او القاعة، they found the hall decorated beautifully. كلمة decorated يعني يزين، جاي من كلمة decor التزيين، beautifully بشكل جميل. With colorful decorative papers، طبعا اوراق حائط ملونة ومزينة وحاجة جميلة قوي. and balloons، طبعا البالونات all over the place، في كل مكان. وحسوا it was more like a kids play area، يعني كأنه مكان للعب الأطفال مش مكان الشركة واجتماع. then a corporate meeting hall، أكثر منه طبعا مكان لإيه؟ لاجتماع الشركة. everyone was surprised، كل واحد طبعا كان مندهش. gaze يعني يحملق ويمعن النظر. at each other also there was a huge box، وكان هناك صندوق ضخم مليء بالبالونات placed at the center of the hall، والصندوق ده كان موجود في وسط القاعة. the team leader القائد بتاع الفريق طلب من كل واحد ان هو ياخد بالونة وينفخها and ask them to blow it يعني ينفخها. everyone happily picked a balloon and blew it، طبعا blown كل واحد اخد بالونة بسعادة وبفرح ونفخها. طيب وبعدين؟ طلب منهم بعد كده ان هم يكتبوا اسمائهم على كل بالونه، يعني بالونه مع علي يكتب عليها علي، بالونه مع محمد يكتب عليها محمد. وبعدين وقال لهم اكتبوا اسمائكم بالراحه وبهدوء وبحرص عشان البالونه ما تفرقعش. all tried to write their names، الكل كتب اسمائه على البالونات. but not everyone was successful، معنى الجمله دي ايه؟ ان مش كله نجح. يعني ايه؟ يعني في ناس وهي بتكتب اسمائها على البالونات البالونه فرقعت، دول خدوا فرصه ثانيه، خدوا فرصة تانية ونفخوا بالونة تانية وكتبوا أسماءهم في المرة التانية وقال لهم لازم تكونوا حريصين. طيب كان عندي 25 موظف جاهزين ببالوناتهم، وكلمة qualified يعني أهلوا for the next level إلى المستوى اللي بعده. all the balloons were collected and then put into a room، جمعوهم وحطوهم إيه؟ في غرفة. وبعدين قائد الفريق نادى على الموظفين وقالوا لهم روحوا للغرفة دي وكل واحد يروح يجيب البالونة بتاعته اللي مكتوب عليها اسمه. المهم كل 25 وصلوا الغرفة وبدأوا يدوروا على البالونات اللي عليها اسمائهم، يعني محمد بيدور على البالونة اللي مكتوب عليها محمد، وعلي بيدور على البالونة اللي عليها علي وهكذا. وقال لهم نخلي بالنا عشان ما نفرقعش البلالين الموجودة.
طبعا كانوا متحمسين وعندهم سرعة وعندهم حماس. المهم في بلل فرقعت. بعد 15 دقيقة محدش وجد البالونة اللي عليها اسمه، وكده المستوى الثاني انتهى بدون أن يعبره أحد، محدش نجح في المستوى الثاني. فأعلنوا أن المستوى الثالث بدأ اللي هو المستوى الفاينل النهائي، وقالوا أن كل موظف يقدر يساعد الموظف الآخر. إزاي؟ يعني أنا اسمي محمد ولقيت بالونة عليها علي، أقوم جايب البالونة اللي عليها علي، أنادي على علي: علي بالونتك أهي. يقوم هو يلاقي بالونة عليها محمد: يا محمد بالونتك أهي. يعني نساعد بعض. ده بقى المغزى بتاع القصة. لما عملوا كده ومشوا على الطريقة دي، within a couple of minutes، في دقيقتين كانت البالونات عند أصحابها، كل واحد معاه بالونته. هنا هو ده الهدف الحقيقي من القصة، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول many times sharing، خلي بالك من كلمة sharing، المشاركة والتعاون والتواصل، and helping others، ومساعدة الآخرين، إعانة الآخرين، give you real solutions to all problems. وكان في مثل جميل جدا بيقول لك: رأيان خير من رأي، رأيان خير من رأي. يعني لما الناس تساعد بعضها ويبقى في تعاون، نقدر نحل مشاكلنا بهدوء وبسرعة. See you soon and goodbye. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وقصة جديدة، وإن شاء الله تكون قصة مفيدة وممتعة. عنوان القصة Greedy Boy. Greedy Boy، الولد الطماع. Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even the mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on Earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. Sam had no friends, while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweets, but Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was mommy's pet and Tom was daddy's pet. While Sam was generous and selfless, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. However, Tom didn't agree, and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed. Their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. The wealth would be divided in proportion to the distance covered. As a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. The following day, Sam and Tom set out to walk. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily, while Tom broke into a sprint as he was bent on winning the race and also winning a greater portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible till noon and start for home at noon, as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing this, Sam decided to turn back for the home or for home at noon so as reach home on time. However, Tom, with his greed to earn more wealth, didn't attempt to return home even after midnoon. He walked twice as long as Sam and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange,
Unfortunately, he could not even make it halfway home as the sun started to set. Slowly, darkness engulfed his path, and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race only because of his greed. Greed leads to loss. قصتنا يا أحباب بتتكلم عن أخين توأم متطابق متماثل ما تقدرش تفرق بينهم. هما شبيهين بعض جدا في الشكل لكن مختلفين في كل شيء. كلمة difficult يعني صعب. Distinguish يعني يميز أو يفرق. وكلمة initial يعني الأيام الأولى في حياتهم. Initial days يبقى كلمة initial يعني البدائي أو المبدئي. كلمة appearance المظهر. Friendship maker يعني صانع للصداقة. كان إنسان يحب يعمل صداقات. كلمة sweets الحلاوة أو الحلوة. Spicy يعني الحار. لما نقول spicy food اللي هو الطعام الحار المبهر. كلمة pet يعني المدلل ودايما بتكون رفيقة للحيوانات الأليفة. لما نقول a pet يعني الحيوان المدلل بس طبعا هنا يعتبر أسلوب مجازي. مامي طبعا الأم ودادي الأب. generous يعني كريم وselfless يعني يؤثر على نفسه. إنسان ناكر لذاته عكسها selfish اللي هو الإنسان الأناني. greedy اللي هي في العنوان يعني طماع. كلمة grow up يعني ينمو ويكبر. التصريف الثاني اللي جالنا في القصة grew up وبعدين grown up GROWN ده التصريف الثالث. كلمة fortune يعني wealth الثروة. الأب حب يوزع ثروته بالتساوي على الاثنين. طبعا الكلام ده ما عجبش توم الطماع فقال له احنا نعمل مسابقة اللي يمشي أكتر ويرجع البيت قبل غروب الشمس هو اللي ياخد النصيب الأكبر. فكلمة share يعني نصيب. كلمة equally يعني بالتساوي. طبعا amongst them المفروض هنا الأفضل كنا نقول between them لأن هم اتنين. لأن among و amongst بتأتي بين بمعنى بين بين أكتر من اتنين. prove يعني يثبت ويبرهن. intelligent يعني ذكي وstrong يعني قوي. وbigger share النصيب الأكبر of the wealth من الثروة. وقلنا wealth بتساوي fortune. وفي القصة اللي فاتت قابلتنا كلمة miss fortune يعني صعوبة أو عائق وعقبة. agreed يعني يوافق. organize يعني ينظم ويعد ويجهز. competition منافسة ومسابقة. as long as يعني أطول ما يمكن. to walk as long as they could يعني على قدر المستطاع. امشي أطول مسافة على قدر المستطاع. and return يعني يعود إلى الهوم طبعا البيت before sunset. كلمة divide يعني يقسم. divided وطبعا هنا passive يا جماعة would be divided ستقسم. in proportion كلمة proportion يعني share يعني نصيب وحصة ونسبة. to the distance covered على أساس المسافة المقطوعة. المسافة المقطوعة. لما نقول as a rule of the competition يعني ونسبة إلى قواعد اللعبة أو المسابقة. they were not permitted يعني they were not allowed غير مسموح ليهم. to carry a watch اللي هو طبعا ما حدش منهم يشيل ساعة في ايده عشان ما يعرفوش الوقت. المهم the following day في اليوم التالي Sam and Tom set out انطلقوا. it was a rather sunny day كان يوم مشمس الى حد ما.
سام walked slowly and steadily. خلي بالك بقى الذكاء هنا بدأ يبدأ إن هنا سام قال لك أنا همشي بالراحة وبشكل ثابت وبشكل مستقر. لكن توم في بداية المشوار قال لك أنا هجري، كلمة سبرينت اللي هو الركض السريع لمسافة قصيرة، لأنه طبعا عايز يفوز بالسباق ويفوز بالنصيب الأكبر من ثروة أبوه، a greater portion، وكلمة portion يعني جزء ونصيب. يبقى أنا عندي يا جماعة كلمة share وproportion وportion. Sam knew that it would be ideal. Ideal يعني شيء معقول وشيء عاقل وشيء جميل وشيء نموذجي ومثالي. To walk as far as possible till noon. يعني يفضل ماشي 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 لحد ما يجي عليه الظهر الساعة 12 الظهر. And start for home at noon as it would take the same amount of time to walk back home. يعني يشوف يمشي 3 ساعات ويرجع للبيت في 3 ساعات، يبقى دول 6 ساعات مثلا. يعني قال لك أنا همشي لحد الظهر ومن بعد الظهر أرجع تاني للبيت، بحيث أن أنا عبال ما أرجع للبيت يكون المغرب يعني وصل، أو غروب الشمس يحين غروب الشمس فأوصل في الموعد المطلوب. لكن التاني توم الطماع قال لك لا، ده أنا همشي أمشي 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 أبعد 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 وخلاص على قرب المغرب أرجع للبيت. طبعا خطة سام كانت أحسن لأنه مشي بهدوء وبثبات مدة معينة ورجع في نفس المدة إلى البيت، فرجع البيت مطمئن مستقر وأموره تمام. التاني قال لك أنا هقطع أكبر مسافة ممكنة، فالطمع أخده وبدأ يمشي مسافة كبيرة. ولما بدأ يرجع للبيت، طبعا بدأ يرجع إمتى؟ قال لك لما لقى الشمس بقى لونها برتقالي، يعني خلاص غروب الشمس وهيرجع أهو. طبعا وصل البيت بعد نزول الليل، ومن هنا يفوز سام ويخسر توم. ومن هنا الدرس اللي نتعلمه ان الطمع يقل ما جمع، او الطمع يا جماعة يؤدي الى الخسران. See you soon and goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وقصة جديدة بعنوان جميل، The Secret of Happiness، سر السعادة. Once upon a time, there were three brothers named Samuel, Timothy, and Xander, who lived in a cottage by the woods. They were honest and hardworking. Every day they would venture into the forest to fell wood. Later, they would sell it in the market where it would fetch a decent price. Thus their life continued in this manner. However, the brothers were always sad and morose. Even though they lived a good life, they were unhappy. Each one hankered for something or the other and would pine for it. One day, while Samuel, Timothy, and Xander were returning home from the woods carrying their bundle of logs, they saw an old haggard woman bent low with a sack on her back. As they were kind and compassionate, the brothers immediately approached the poor woman and offered to carry the sack all the way to her home. She smiled and expressed her gratefulness, while replying that the sack actually contained the apples that she had collected in the forest. Samuel, Timothy, and Xander took turns in carrying the sack, and at last, when they reached the woman's home, they were very tired indeed. Now, this old woman was no ordinary person, and had magical powers. Pleased with the brothers' kind and selfless nature, she asked them whether there was anything she could help them with as a reward. We aren't happy, and that has become our greatest cause of concern, replied Samuel. The woman asked what would make them happy. Each brother spoke of a different thing that would please him. A splendid mansion with plenty of servants would make me happy. There is nothing more that I would want, said Samuel.
A big farm with lots of harvest would make me happy. Then I could be rich without having to worry, said Timothy. A beautiful wife would make me happy. Every day after returning home, her sweet little face would light me up and make me forget my sorrows, said Xander. That's fine, said the old woman. If these things will give you happiness, you deserve them in every respect for helping a poor, helpless person like me. Go home, and each of you shall find exactly what you have wished for. This took the brothers by surprise, as they didn't know about the woman's powers. Nevertheless, they took leave and returned home. But lo and behold, beside their cottage there was a huge mansion with a doorman and other servants waiting outside. They greeted Samuel and ushered him in. At some distance, a yellow farmland showed itself. A plowman came and announced that it belonged to Timothy. Timothy gasped. Just at that moment, a beautiful maiden approached Xander and coyly said that she was his wife. The brothers were beside themselves with joy at this new turn of events. They thanked their lucky stars and adapted to their new lifestyles. The days passed and soon a year was over. The situation was, however, now different for Samuel, Timothy, and Xander. Samuel had grown tired of owning the mansion. He became lazy and didn't supervise his servants into taking proper care of the mansion. Timothy, who had built a decent house next to his farmland, found it burdensome to plow the fields and sow seeds from time to time. Xander, too, grew used to his beautiful wife and no longer found any joy in keeping her company. In short, all of them were unhappy again. One day, the three of them met up and decided to visit the old woman at her home. The woman has magical powers which turned our dreams into reality. However, since we are no longer happy, we must go and seek her help now. It is she who will be able to tell us the secret of attaining happiness, said Samuel. When they came to the old woman, she was cooking stew in a pot. Greeting her, each of the brothers recounted how he had turned unhappy again. Please tell me how we can once more be happy, said Timothy. Old woman, well, replied the old woman, it is all in your own hands. See, when each of you made his wish and it was granted, you were happy. However, happiness never lasts without a very important thing, content. Earlier, since you were happy but never really content or satisfied. Boredom and misery overcame and you became sad again. Only if you learn to be content can you truly enjoy the bliss of happiness. Samuel, Timothy, and Xander realized their mistake and went back home. They saw how lucky they were to have the gifts for which they had once craved. Samuel felt grateful for being the owner of a mansion and began taking good care of it. Timothy began to plow his land diligently so as to have a good harvest in time. Xander, too, learned to appreciate his pretty wife's chores in the house and her devotion towards him. Remembering that happiness and content went side by side,
Never again did the brothers take their blessings for granted. And thus they lived happily ever after. يبقى يا أصدقائي يا حلوين، وجدنا إن من القصة دي في درس كبير جدا لازم نستفيد منه، إن أساس السعادة وسر السعادة هو القناعة والرضا. لازم الإنسان يكون قانع وراضي برزقه وبما أعطاه الله عشان تدوم السعادة. ده الدرس المستفاد من القصة. لو جينا مع بعض نستعرض بعض الكلمات الجديدة، هلاقي لما بنيجي نحكي قصة في أسلوب جميل قوي أو عبارة جميلة ممكن أستخدمها في البداية، اللي هي كان يا مكان أو في يوم من الأيام نقدر نقول once upon a time. ولو نلاحظ لما بنيجي نحكي قصة، أحداث القصة كلها بتكون في زمن الماضي البسيط، فهلاقي where اللي هي الماضي من are، هلاقي lived، هلاقي fell. وخلي بالك يا جماعة ان في عندي كلمة fell السطر 1 2 3 4 5 اللي هو لما قالك they would venture into the forest to fell wood. fell هنا بمعنى يقطع، to cut، وكلمة wood اللي هو الشجر، وكلمة woods اللي هي الغابات، كلمة cottage اللي هو الكوخ أو العشة. طبعا كلنا عارفين كلمة market اللي هو السوق، وطبعا بيبيعوا الأخشاب اللي بيقطعوها في السوق عشان يحصلوا على a decent price. و decent هنا بتسوي كلمة enough، يعني تمن معقول أو سعر معقول يقدروا إن هم يعيشوا حياتهم بيه. كلمة sad يعني حزين، وكلمة موغوس اللي هي كلمة فرنسية في الأساس بمعنى كئيب. unhappy طبعا حزين. كلمة hankered for something يعني مشتاق إلى شيء معين. كلمة return بمعنى يعود أو يرجع. وكلمة bundle of logs اللي هو حزمة الأخشاب. they saw an old haggard woman يعني امرأة محتاجة أو امرأة ضعيفة، وكان معاها طبعا حقيبة أو كيس أو شوال مليء أو ثقيل مش قادرة تشيله على ظهرها. كلمة باك يعني ظهرها. فطبعا هما كانوا شباب طيبين وشباب عندهم ود وعطف وتعاطف، compassionate. في الحال اقتربوا من المرأة وساعدوها. في مقابل المساعدة دي السيدة دي طلعت مش سيدة عادية، طلعت ان هي عندها قوة سحرية وتقدر ان هي تحقق لهم كل امانيهم. طبعا عندي كلمة took turns اللي هم اخذوا ادوارهم، كل واحد يشيل الشوال شوية. وكلمة ordinary يعني عادي. this old woman was no ordinary person، لم تكن شخصا عاديا. and had magical powers طبعا قوة سحرية. pleased يعني مسرور، طبعا كانت راضية عليهم أو مسرورة باللي هم عملوه، فقالت لهم اتمنوا شيء وأنا أحققه لكم. كل واحد اتمنى، فسامويل اتمنى أن يكون عنده قصر كبير، a splendid mansion يعني قصر مهيب ومشيد مليء بالخدم، كلمة servants. وعندي بعد كده تيموثي قال أنا عايز مزرعة كبيرة، a big farm، يزرع بقى ويحصد ويعمل حقول الزرع بتاعته. وعندي آخر واحد زاندر كان بيتمنى أن يكون عنده زوجة جميلة. كل واحد أخد الأمنية بتاعته وتحققت، لكن بعد مرور سنة يا جماعة حسوا بعدم السعادة لأنهم تعودوا على النعمة، فرجعوا لها تاني فقالوا لها إحنا نشعر بالحزن مرة تانية. فقالت لهم انتوا نسيتوا حاجة، ان السعادة لا تدوم الا بالرضا والقناعة. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من قصة النهاردة. اراكم في قصة جديدة وفيديو جديد. see you soon and goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة جديدة لأحبابنا الاطفال الحلوين. عنوان القصة بيقول change yourself and not the world.
change yourself and not the world. Long ago, people lived happily under the rule of a king. The people of the kingdom were very happy as they led a very prosperous life with an abundance of wealth and no misfortunes. Once the king decided to go visiting places of historical importance and pilgrim center at distant places. He decided to travel by foot to interact with his people. People of distant places were very happy to have a conversation with their king. They were proud that their king had a kind heart. After several weeks of travel, the king returned to the palace. He was quite happy that he had visited many pilgrim centers and witnessed his people leading a prosperous life. However, he had one regret. He had intolerable pain in his feet as it was his first trip by foot covering a long distance. He complained to his ministers that the roads weren't comfortable and that they were very stony. He couldn't tolerate the pain. He said that he was very much worried about the people who had to walk along those roads as it would be painful for them too. Considering all this, he ordered his servants to cover the roads in the whole country with leather so that the people of his kingdom can walk comfortably. The king's ministers were stunned to hear his order, as it would mean that thousands of cows would have to be slaughtered in order to get sufficient quantity of leather, and it would cost a huge amount of money also. Finally, a wise man from the ministry came to the king and said that he had another idea. The king asked what the alternative was. The minister said, "Instead of covering the roads with leather, why don't you just have a piece of leather cut in appropriate shape to cover your feet?" The king was very much surprised by his suggestion and applauded the wisdom of the minister. He ordered a pair of leather shoes for himself and requested all his countrymen also to wear shoes. The moral here is, instead of trying to change the world, we should try to change ourselves. طبعا حبايبنا الحلوين القصة دي بتتكلم على ان الانسان لما يحب يغير ما يغيرش العالم ولكن يغير من نفسه. القصة بتتكلم عن ملك، الملك ده كان ملك عادل، الشعب بتاعه كان عايش في رخاء ورفاهية والناس كانت سعداء وما كانش فيه أي مشاكل. ففي يوم من الأيام قرر الملك ده إن هو يروح يزور أماكن تاريخية مهمة عنده في دولته ويزور بعض الأماكن المقدسة الدينية pilgrim centers. وقرر أيضا قبل الذهاب في هذه الرحلة أن يسافر على قدميه، وكان الهدف من ده إنه يقابل أفراد شعبه ويشوفهم وهم عايشين حياتهم الواقعية. المهم راح رحلته وزار الأماكن اللي عايز يزورها، وبعد ما خلص ورجع، رجع ورجله فيها ألم شديد جدا. الألم ده كان سببه إنه لما مشي الرحلة على رجليه لقى إن الطرق غير ممهدة، فمن هنا بدأ يفكر إزاي يحل المشكلة دي وإزاي إنه يريح شعبه وبالذات الناس اللي بيستخدموا الطرق دي كل يوم، فهو حزين عشانهم. فأمر الوزراء بإن هم يغطوا كل الطرق بالجلود، لكن كان في وزير حكيم في وسط الوزراء طلع له بفكرة وقال له أنا عندي فكرة أخرى. قال له تفضل. قال له الفكرة إن كل واحد فينا يقطع حتة جلد، خلي بالك يقطع حتة جلد، قطعة من الجلد تكون على مقاسه اللي احنا بنسميها دلوقتي الأحذية الجلدية اللي احنا بنلبسها فيما بعد. يعني الأمور تطورت وأصبحت الشوز اللي احنا بنلبسها دلوقتي. فطبعا الاقتراح الأول كان جميل، ولكن كان هيكلفهم فلوس كتير جدا 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 جدا، وكان طبعا هيضطر ان هو يذبح أبقار كثيرة، لأن الجلود دي هيجيبها منين؟ من الأبقار والماشية. لكن فكرة الوزير كانت فكرة سليمة، فكرة سديدة وفكرة اقتصادية، فالملك فرح بالفكرة دي
جدا وقعد يسقف للوزير ويقول له أحسنت، فكرة جميلة جدا. في بعض الكلمات هنا يا جماعة برضو قبل ما نطلع من قصتنا نستفيد منها. احنا عندنا كلمة happy سعيد، happily بسعادة. السطر الثاني لما قال لي كلمة kingdom يبقى انا عندي كلمة king يعني ملك وkingdom يعني المملكة. السطر الثالث خدنا كلمة prosperous، prosperous يعني مليء بالرخاء، فيه نوع من الرخاء والرفاهية، مزدهر. prosperous life يعني حياة ألقة، حياة متألقة، حياة مزدهرة. abundance يعني كثرة ووفرة، كلمة wealth ثروة ومال. misfortunes بتسوي كلمة hardships يعني صعاب ومشاكل، misfortunes وسوء حظ. كلمة misfortune دي بتجي بمعاني كثيرة جدا بتدل على bad things. كلمة decide بمعنى يقرر، وده فعل عادي decided. historical طبعا قلنا يعني تاريخي جاي من كلمة history التاريخ. importance جاي من كلمة important يعني مهم، و importance أهمية. pilgrim center اللي هو مركز ديني أو مركز مقدس، اللي هي الأماكن المقدسة الدينية. distant يعني very far يعني بعيد جدا، لما نقول distant places يعني أماكن بعيدة جدا. he decided to travel by foot، هو المفروض كان هنا قال on foot أحسن، يبقى دايما يا جماعة كلمة foot تاخد on أحسن، ماشي on foot تمام. فقرر انه يسافر على او سيرا على الأقدام. he decided to travel by foot to interact، يبقى أنا عندي كلمة interact دي حلوة جدا. interact يعني يتفاعل، يعني ياخد ويدي، يعني ايه يتكلم مع الناس والناس تتكلم معاه. interact جاي منها كلمة interaction اللي هو التفاعل، لكل فعل رد فعل، وطبعا عندي فعل اللي هو action ورد فعل reaction، وعندي interaction، وطبعا اتكلمنا في فيديو سابق عن اللي هو تكوين الكلمات والروتس بتاعت الكلمات وازاي ان انا ازود زيادات واحصل على معاني اكثر من نفس مادة الكلمة. كلمة conversation محادثة، وعندي كلمة dialogue حوار. proud يعني فخور. kind heart اللي هو قلب رحيم وقلب عطوف. several يعني many، a lot of العديد من. after several weeks يعني وبعد عدة أسابيع. of travel يبقى كلمة travel بتيجي بمعنى يسافر وبتيجي بمعنى سفر، اسم وفعل. the king return يبقى كلمة return يعني يعود ويرجع، وده فعل عادي returned. to the palace، palace يعني قصر، وأقدر إن أنا أستخدم منها صفة palatial، palatial يعني واسع وكبير، بياخد صفة القصر طبعا. عندي كلمة witness، witness اللي هو يشهد بعينه، و eye witness اللي هو شاهد عيان. witness فعل عادي witnessed، لأن طبعا السه voiceless فبننطق الده ته، فتبقى witnessed. فكان سعيد إنه قابل الناس وشاهد بعينه الحياة الجميلة والحياة السعيدة التي يعيشها الناس، لكن على الرغم من ذلك he had one regret، يبقى أنا عندي regret يندم، لكن لما regret اللي هو ندم، يبقى لما يكون الستريس اللي هو الشد والضغط على المقطع الأول regret اللي هو الاسم ندم، لكن regret يندم. فكان في ندمان عنده يعني زعلان من حاجة معينة. ايه الحاجة دي؟ he had intolerable pain. وكلمة tolerable يعني ايه؟ انا عندي كلمة tolerate يعني يتسامح ويسامح، وtolerant يعني متسامح، وtolerable يعني يمكن ان يسامح او قابل للسماح. intolerable يعني غير ممكن سماح له، او يعني غير مسموح به، ماشي، يعني ممكن تبقى زي not allowed كده. فintolerable pain in his feet، وطبعا كلمة pain يعني ألم، في ألم شديد فين؟ في قدمه، مش قادر يتحمله. يبقى هنا مش هقول بقى مش مسموح، مش هقول ألم غير مسموح به، يبقى اللي بيترجم على سياق الجملة. أنا دلوقتي هقول ألم شديد في قدمه غير مسموح به ولا غير محتمل؟ يبقى الأحسن نقول غير محتمل أو لا يستطيع أن يطيقه. as it was his first trip، كانت أول رحلة باي فوت، برضو قال لك باي فوت هي المفروض أون فوت. covering وكلمة cover يعني غطي، بس هنا لما أجيب كلمة cover مع كلمة distance بمعنى يقطع مسافة يا جماعة، قاطعا تلك المسافة الطويلة،
يبقى covering a long distance. He complained to his ministers that the roads weren't comfortable and that they were very stony. يبقى جاب من كلمة stone صفة اللي هي stony زي sun sunny wind windy. stony يعني إيه؟ يعني الطريق مليء بالصخور والحجارة غير مريح weren't comfortable. وعندي كلمة cozy يعني مريح. He couldn't tolerate the pain. يبقى كلمة tolerate هنا مش معنى يسامح الألم ولكن يطيق الألم. مش قادر يتحمل الألم. الآن على شعبه. كلمة worried about يعني قلق على the people هنا الشعب. Who had to walk along those roads. طبعا الأفراد اللي بيمشوا كل يوم على الطريق ده يروحوا شغلهم ويشوفوا أكل عيشهم بياخدوا نفس الطريق ده. فمعنى كده ان هم كل يوم بيتألموا وبيتعبوا الألم ده. فالراجل بدأ يفكر. Considering all this. كلمة consider يعني يضع في باله. ويفكر في الأمر. ويهتم بالشيء. فهنا من منطلق الاهتمام ومن منطلق التفكير بهذا الأمر he ordered his servants to cover the roads in the whole country with leather. والليذر يعني الجلود. So that the people of his kingdom can walk comfortably. علشان يخلي شعبه يمشوا بهدوء يعني بيساعد شعبه وعايز شعبه يبقى عايش مرتاح. يبقى هنا كلمة ايه؟ leather الجلود وleather اللي هو الجلد. طبعا ده كميات يعمل معاملة المفرد يبقى ما فيش منه جمع. ونخلي بالنا من كلمة the whole country. يبقى أنا عندي كلمة country يعني دولة ولو قلت the country يعني الريف ولما نقول the whole country بيقصد الدولة كلها يعني كلمة whole يعني كل وجميع البلد. The king's ministers were stunned اندهشوا وذهلوا كانوا مذهولين ومندهشين بهذه الأوامر من هذه الأوامر. معنى كده أن thousands of cows would have to be slaughtered. يبقى كلمة slaughter يعني يذبح ستذبح will be أو have to be slaughtered. ده طبعا passive ده مبني المجهول خلاص. أنا عندي have to قلنا طبعا المودل فيربس كلها كان could shall should will would ومعها be ومعها التصريف الثالث يا جماعة يبقى ده اسمه passive. In order to get sufficient quantity كلمة sufficient يعني كافي وملائم ومناسب ماشي. لما أقول self sufficiency اللي هو الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي يبقى sufficient يعني إيه كافي كمية كافية of leather and it would cost a huge amount of money also. وطبعا cost يعني يكلف ويتكلف وعندك كلمة cost تكلفة وcost التلات تصرفات زي بعض cost. Finally a wise man from the ministry من الوزارة came وقال ايه another idea قال ايه the king asked what the alternative was. يبقى كلمة alternative يعني البديل ايه هو البديل يا عم الوزير ايه البديل. أم قال له إيه بقى الفكرة؟ Instead of covering the roads with leather, why don't you just have a piece of leather cut in a proper shape to cover your feet؟ خلي بالك بقى instead of بدلا من وتأتي كرابط وتأتي كحرف جر وإذا جاء حرف جر يأتي وراءه الفعل ING instead of دايما ياخد وراها ING 99% ING instead of cooking instead of going instead of watching instead of visiting instead of covering why don't you هنا بقى الاقتراح أهو لما لا؟ Just have a piece of leather cut. نقطع قطعة جلد كده أو نحصل على قطعة جلد مقطوعة وده بنسميها يا جماعة كوزاتيف. دي العبارة السببية. يقول لك أنا حلقت شعري. أنت مسكت المقص وحلقت لنفسك ولا حصلت على شعرك محلوقا؟ حصلت على بيتك مصبوغا؟ حصلت على سيارتك مصلحة؟ يبقى why don't you have a piece of leather cut؟ لما لا نحصل على الجلد مقطوعا؟ بشكل مناسب وبمقاس مناسب to cover your feet. يبقى دي كلها حاجات جميلة جدا داخل القصة. طبعا كلمة upload يا جماعة عشان ما طولش عليكم اللي هو يصفق ماشي wisdom يعني الحكمة وجاي منها الصفة wise اللي هو حكيم. طبعا كلمة request يعني يطلب طلب طبعا ان كل الشعب بتاعه يلبس أحذية من الجلد. See you soon and goodbye. جيت لكم دلوقتي ومعانا قصة تانية The apple tree and the farmer شجرة التفاح والمزارع أو الفلاح. Once upon a time there lived a farmer in a village beside a forest. He had a big garden that had an oak tree, apple tree and other plants, trees and beautiful flowers. When the farmer was a little boy he spent much of his time playing with the apple tree. Those days the apple tree had given the choices of apples to him. However, as time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruits.
طبعا هو هنا بيحكي قصة حياة الفلاح مع شجرة التفاح لما كان طفل صغير كان بيلعب مع الشجرة وهي صغيرة، لكن دلوقتي الشجرة أصبحت كبيرة في السن وما عادتش بتطرح تفاح زي زمان. Now that the farmer wasn't getting any apples from the tree، خلاص الشجرة ما عادتش بتديله أي تفاح. He decided that the tree was useless، وقرر إن الشجرة غير مفيدة. Therefore he decided to cut the tree and use its wood to make some new furniture. قال أنا هقطع الشجرة دي واستخدم الخشب بتاعها في صناعة بعض الأثاث. He felt that since the tree was old and huge, he didn't have to cure it and it would make great furniture. ما فكرش يا جماعة ان هو يعالج الشجرة، ولكن فكر بس انه يقطعها. And it would make great furniture، يعني هتعمل له طبعا هتديله خشب كتير جدا يقدر يصنع منها حاجات كتيرة. He forgot that as a boy he had spent his entire childhood climbing the tree and eating its apples. نسي أيام الطفولة الجميلة اللي كان بيقضيها مع الشجرة وكان بيتسلق الشجرة، نسي كل شيء. Now the apple tree was home to several little animals in the neighborhood. طبعا أصبحت الشجرة بلا منفعة فأصبحت بيت لكثير من الحيوانات. This included squirrels, sparrows and a huge variety of birds and insects. طبعا زي السناجب والقوارض وعندك مجموعة من الحشرات والطيور، كل ده بيسكن الشجرة. When the farmer took his axe and began chopping the tree, all the little animals came rushing down. طبعا لما بدأ يقطع في الشجرة كل الحيوانات دي بدأت تطلع من الشجرة. They all began to plead with the farmer. They gathered round the farmer and said, please don't cut the tree. We used to play with you and when you were small. Under this very tree, this is our home and we have no other place to go. طبعا اترجوه بلاش تقطع الشجرة، الشجرة دي بيتنا وما تنساش أيام الطفولة الجميلة بتاعتك كنت بتقعد في الشجرة. The farmer was adamant. He raised his axe and the commotion grew. Please don't chop that and destroy my home and kids, cried the squirrel. أرجوك رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد يا جماعة، وعشان خاطر أطفالنا الحلوين هعمل شوية قصص جمال جدا وممتعين لأطفالنا. القصة الأولى النهاردة معانا بعنوان Foolish Monkeys. Foolish Monks. Before several centuries there was a very large dense and dark forest. A group of monkeys arrived at the forest. It was winter season and the monkeys struggled hard to survive the freezing cold nights. They were hunting for fire to get warm. طبعا هنا يا جماعة الفقرة الأولى بتتكلم عن غابة كبيرة وكانت كثيفة بالشجر. وصل للغابة دي مجموعة من القردة عاشوا فيها، وكان في موسم الشتاء القردة دي كانت بتكافح من أجل أن تبقى على قيد الحياة في هذه الظروف المناخية الصعبة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى التجمد، وكانوا بيصطادوا من أجل التدفئة. طبعا warm صفة بمعنى دافئ. One night they saw a firefly and considered it a dab of fire. All the monkeys in the group shouted, fire, fire, fire. Yeah, we got fire. A couple of monkeys tried to catch the firefly and it escaped. They were sad as they could not catch the fire. They were talking to themselves that they couldn't live in the cold if they didn't get the fire. في طريقة جميلة جدا برضو عشان واحنا بنقرأ القصص الإنجليزية وقابلنا كلمات مش عارفينها، يعني مثلا كلمة firefly احنا عارفين ان كلمة fly يعني ذبابة، firefly يعني ذبابة بتطلع ضوء زي النور او زي النار، فاعتقد القردة انها نوع من انواع الشرار بتاعة النار، فبدأوا يحاولوا ان هم يمسكوها بس ما قدروش، وفي النهاية حسوا بالحزن الشديد لان هم
مش هيقدروا يعيشوا في هذا البرد القارس، لابد أن يجدوا نارا. The next night, again they saw many fireflies. After several attempts, the monkeys caught few fireflies. They put the fireflies in a whole dug in the land and tried to blow the flies. They blew the flies very hard without knowing the fact that they were flies. طبعا مسكوا مجموعة من اليراعات دي أو الحشرات دي أو نوع الحشرات اللي هو زي الذباب ده اللي هو بينور ده، هم فاكرين ان هو نار، وقعدوا ينفخوا فيهم على أساس ان هي النار تشتعل وتزداد اشتعالا ولكن بدون جدوى. They blew the flies very hard without knowing the fact that they were flies. مش عارفين ان دي زي الحشرات الطائرة. An owl was watching the activities of the monkeys. من بعيد كان في بومة بتشاهد الموقف بتاع القردة مع الحشرات الطائرة. The owl reached the monkeys and told them, Hey, those are not fire. They are flies. You won't be able to make fire from it. فهمتهم الحقيقة البومة، قالت لهم دي مش نار وليست شرارات نارية وإنما هي حشرات طائرة. The monkeys laughed at the owl. على الرغم من ذلك القردة سخروا من البومة. One monkey replied the owl. واحد منهم رد عليها وقال لها Hey, old owl, you don't know anything about how to make fire. Don't disturb us. بيقول لها انت يا ستي يا بومة انت ما بتفهميش حاجة عن موضوع النار، ابعدي عننا وما تزعجيناش. The owl warned the monkeys again and asked them to stop the foolish act. حذرتهم البومة مرة كمان وقالت لهم توقفوا عن اللي انتوا بتعملوه. Monkeys, you can't make fire from the flies. Please hear my words. يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، اسمعوا كلامي. The monkeys tried to make fire from the flies. برضو بيحاولوا بنفس الطريقة زي اللي بتقنعه وبتنصحه، بس ما بيسمعش الكلام وبيمشي في الطريق الخطأ برضو. The owl told them again to stop the foolish act. للمرة الثالثة بتحاول معاهم. You are struggling so much. Go take your shelter in a nearby cave. You can save yourself from the freezing cold. You won't get fire. ابعدي عننا، روحوا شوفي مصالحك، روحي اقعدي في بيتك. طبعا كيف يا جماعة يعني كهف، وشيلتر يعني بيت أو ملجأ أو ملاذ، واحمي نفسك من البرد، انت مش عايزة نار. One monkey shouted at the owl and the owl left the place. طبعا قالوا لها الكلام ده بشكل يعني غير لائق، بزعيق وصرخوا فيها يعني. The monkeys were shamefully doing the foolish activity for several hours and it was almost midnight. قعدوا يحاولوا، خلاص قربنا على منتصف الليل. They were very tired and they realized that the words of the owl were correct and they were trying to blow a fly. في الآخر خالص طبعا اقتنعوا بكلامها وفهموا ان هم كانوا غلط. They sheltered themselves at the cave and escaped from the cold. طبعا حموا نفسهم بإيه يا جماعة؟ بالكهف، دخلوا جوه الكهف وبدأوا يحموا نفسهم من البرد. We may go wrong many times and should seek and accept the advice, suggestions provided by others. يعني يا جماعة المغزى من القصة الجميلة دي إن إحنا يجب إن إحنا نسمع نصيحة ذوي الخبرة اللي أكبر مننا، عارفين حاجات كتير عننا، فلما ينصحونا نصيحة نسمع لنصيحتهم ونحاول نعمل الكلام اللي بيقولوه، يمكن يكون جوه النصيحة دي راحة لينا. فهو بيقول لي We may go wrong many times. كتير مننا بيخطئ وكتير مننا بيمشي في الطريق الخطأ. And should seek and accept the advice or suggestions. يبقى حضرتك
لما بتخطئ أو بتمشي في طريق أنت مش عارفه كويس، وجب عليك أن تبحث وأن تقبل النصيحة أو الاقتراح المقدم إليك من الآخرين عشان تعيش مرتاح. فالنصيحة شيء مهم، فكلمة advice يعني نصيحة، suggestion اقتراح، monkey القرد، owl البومة. الشخصيات عندنا كانوا ثلاثة، the monkeys أو the foolish monkeys، وعندي the owl اللي هي البومة، وعندي the fireflies اللي هي الحشرات الطائرة. تمام، خدنا فيه أفعال كتير جميلة ظهرت قدامنا في القطعة، كلمة get وكلمة freeze وكلمة shelter وكلمة blow وكلمة escape. يبقى حضرتك وانت بتقرأ تحاول تطلع الفيربز على جنب وتحاول تعرف تصريفاتها كمان. في عندي shout، verb shout shouted، وعندي verb leave، leave left left، لما قال لي and the owl left the place، غادرت المكان. عندي كلمة freeze، freeze froze frozen، وطبعا جاي منها كلمة freeze اللي هو المصدر اللي هو يتجمد. عندي tell told told، وعندي reply لما ردوا عليها replied replied، وreply بينتهي بالواي ونحول الواي الى اي ونزيد اي دي. فبتقول لهم monkeys، وشوف عندنا لما واحد بينادي على واحد monkeys وقامت حط وراها ايه كوما، والكلام اللي بيأتي على لسان الآخرين يا جماعة نحطه بين علامات تنصيص أو بنسميها inverted commas اللي هي الفواصل المقلوبة. تمام، أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة بالقصة الجميلة دي، وإن شاء الله في حلقات أخرى هنتابعكم ونجيب لكم قصص أجمل وأجمل. See you soon and goodbye.